مساء الخير طلابنا الأعزاء، طبعا راح نكمل وياكم محاضراتنا ضمن لابلاس ترانسفورم. بدينا وياكم مجرد انه وضحنا انه قلنا انه لابلاس ترانسفورم هو عبارة عن ينقل دالة من مجال من دومين الى دومين اخر، من دومين بدلالة تي، يعني دالة بدلالة تي عندما اخذ اللابلاس لها راح يتحول لدالة بدلالة الاس. وتعلمنا انه اي شغله انه اكو القانون العام اللابلاس اللي هو لابلاس الاف تي يساوي لنا تكامل من صفر الى انفينيتي اف تي مضروبه في الاكسبوننشال ماينس اس تي دي تي، بمعنى انه دي يقول لك انه اي داله انت مجرد تجيبها تخليها هنا وتكاملها راح يطلع لنا لابلاس الها، راح تتحول من داله بدلاله تي الى دالة بدلالة S. بما انه حاليا ما مطلوب منكم هذا الشيء انه بالقانون العام، اذا قلنا اكو جدول طبقنا اول شيء كونستانت وكاملنا طلع انه لابلاس للكونستانت يساوي لنا على S، وبالتالي احنا وضحنا هذا الشيء قلنا انه عندكم جدول راح يكون موجود. هذا الجدول عبارة عن دالة دلالة تي ثم لابلاس ال، هذا اللابلاس قلنا اللابلاس الاف تي هو شنو؟ هو الاف للاس، يعني هذا هو نفسه هذا، يوم اخذ لابلاس لاي دالة فهو راح يبقى نفس الرمز انه راح يطلع لي دالة دلالة اس. اليوم راح نكمل وياكم ضمن الخصائص. أول خاصية عندنا في حالة إنه عندنا دوال متعددة، يعني في حالة عندنا جمع والطرح، فقلنا بهاي الحالة راح نوزع، راح نجي ناخذ لابلاس لمتعددة الحدود، وبالتالي بنحقي نفس ما يحصل بالتكامل إنه أطلع الثابت برا التكامل، هنا راح نطلع الثوابت برا لابلاس، بالإضافة إلى نبقي الدالة داخل لابلاس ونحولها عن طريق هذا الجدول. هذا الجدول راح يكون وياكم طول مرحلة المحاضرات القادمة حتى ينتهي موضوع لابلاس ترانسفورم. أول خاصية فهمناها إنه في حالة لابلاس للكل راح نسوي إنه نوزع لابلاس ونطلع الثابت برا، نطلع الثابت برا لابلاس. كمثال، مثال عندنا، المثال شنو هو عبارة؟ هذا المثال مالتنا واضح جدا، نحاول نطبقكم اياه هنا. عندنا فالدالة دلالة تي اللي هي الآتي، 4 تي تربيع ناقص 3 كوساين الاثنين تي، تمام؟ قلنا دالة بدلالة تي زائد 5 exponential minus تي. أول شغلة شو نسويها؟ ناخذ لابلاس للدالة، فنرجع شو نسوي؟ نقول له الاف للاس اللي هو رايده بالسؤال، هنا ايش راح يقول لك؟ فارزة find Laplace لـ f لـ t. إذن f لـ s هو Laplace لدالة الـ f لـ t، فش راح يساوي لي؟ يساوي لي Laplace المن للجزء هذا كله. نرجع من جديد نكتب 4 t تربيع ناقص 3 cosine الـ 2 t زائد 5 exponential minus t، هاي هي زاوية الكوساين. هاي أول شغلة سويناها، حطينا الإشارات نزلناها مجرد أخذنا لابلاس. الخاصية شو تقول؟ تقول عندنا هنا ناقص وعندنا هنا زائد، إذا عندنا هذا جزء وعندنا هذا جزء وعندنا هذا جزء. أكو طريقتين، أما في حالة إنه ما عندي مشاكل بثلاث أجزاء، يعني ما عندي هسه، بعدين راح نعرف شنو المشاكل اللي اقصدها.
حاليا بما انه مجرد انه داله مباشره موجوده، يعني تي تربيع موجود عندي بالجدول، كوساين موجود بالجدول، الاكسبوننشال موجود مباشره، اذا اسويه بالطريقه اللي هي تعلمناها. هذا الثابت شبي اللي هو 4 يطلع برا لابلاس، بعدين اخذ لابلاس من التي تربيع حطها بين قوسين، بعدين ناقص اخلي الثلاثة، والنوب اخذ لابلاس المن للكوساين الاثنين تي، زائد اخذ الخمسة برا نفس الطريقة تبعتها من ثلاث حدود، انتبهوا وياي كلش زين، يساوي هنا يساوي. هسه التي تربيع اذا نرجع للجدول، فالتي تربيع هو 2 فكتوريال على اس تكعيب، شو راح اسوي الثاني؟ اكتب انه 4 الجدول تي تربيع شو يصير؟ 2 فكتوريال على اس تكعيب ناقص 3 الكوساين، كوساين هو عبارة عن اس على اس تربيع زائد اي تربيع، الاي هو معامل الزاوية، اذا اس تحقق كبير على اس تربيع زائد المجد المعامل هو 2، اذا راح يصير 2 تربيع واسد للقوس زائد 5 الاكسبوننشال، اجي اباوع هنا بالجدول هو 1 على اس ناقص اي، الاي هو شقد بس من هذا قد الاي، انتبهوا علي هنا كل زين، الاي هو ناقص 1، اذا الاي شبيه اخذته باشارته، لا حد ينسى الاشارة وراها، 1 على اس ناقص ناقص 1، ليش ناقص؟ تنهير القانون يقول ناقص صح؟ اذا بعدين نحط ناقص هنا ونكمل، شو يبقى؟ مجرد البسط الفكتوريال، طبعا توضيح هاي هسه اوضح لكم شنو الفكتوريال شنو معناه للي ما يعرفه، المهم هسه هذا مثلا هنا هو عباره عن 2 في 1، الواحد 2 فكتوريال هو 2 في 1، 4 في 2 8 على اس تكعيب ناقص 3 اس على اس تربيع اس تربيع زائد 4 زائد 5 على اس زائد 1، انتبهوا عليه، هذا هو اس مو رقم 5، هذا اس اس تمام، هذا اس، هاي انتبهوا عليها كل زين. لهنا ينتهي سؤالنا بالنسبة لهذا الموضوع، فأنا شنو هنا ترجعون راح تلقون محلول، والنوب راح تلقون واجب، وهنا موضح، هنا النوت المطيها على المحاضرة هي الفكتوريال، الاثنين فكتوريال هو عبارة 2 في 1، أما الثلاثة فكتوريال هو 3 في 2 في 1، الأربعة 4 في 3 في 2 في 1، الخمسة 5 في 4 في 3 في 2 في 1، إلى ما لا نهاية، بمعنى العشرة راح يكون 10 في 9 في 8 في 7 إلى في 2 في 1 للأخير، تمام؟ هاي الفكرة من الموضوع، أعتقد لهنا نتوقف بهذا المقطع ونكملكم بالمقطع الجاي إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق، ولا تنسون الاشتراك بالقناة.